الزمن ده ده الشغل بعد ما الله سبحانه وتعالى مجيب يكرم كده خلق خلقه ويكرمه بالايه بالشغل بتاعه. طب ايه اللي الله بقى ايه الله بقى ده يبقى ده لما بقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم في الايه الموروثات التي وردناها اني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم عن كل نستعيذ بالله ومستعاذ به ومستعاذ به والكلام اللي هو الجميل ده اللي الله سبحانه وتعالى ده. طيب الشغل ده خلاص كده ونقعد بقى ايه نقول هو نفس لا ده بيتجدد. طيب ايه الاستعاذه المطلوبه دلوقتي؟ دلوقتي المطلوب ان انا اعرف انواع هذه الاستعاذه التي لابد ان اسير بها انا حاليا في الوقت الحالي. الواحد دلوقتي ممكن يكتب في الفقره الرابعه اللي هي انواع المحن احنا في الاستعاذه يعني ايه استعيذ بالله من الشيطان الرجيم وايه الجديد بالنسبه ليا محتاج اعرفه عشان انا محتاجه دلوقتي في الوقت ده عشان ابقى امتداد لنفس الشغل ولان الشيطان بيطور نفسه. فكذلك برضه اللي بيحب يشتغل في العلماء هم ورثه الانبياء فبرضه دول بيتطوروا وبيفهموا حاجات الله بيفتح عليهم غير في الحياه هي العطاء هي اسمها الانوار. طيب ايه الجديد بقى؟ لا ان دلوقتي لما اجي استعيد زي ما القران بيقرا حرف حرف كده كل حرف في الاستعاذه دي انوار انا محتاجها الزمن. ليه؟ احنا الزمن شدة وأكبر فكرة من اللي كان أيام إيه في سورة القرآن. أنا محتاج الأنوار أكبر لأن اتطلب زماننا أكبر. يبقى أنا محتاج بقى أعرف أنوار كل إيه؟ ده الجديد بقى، ده الشغل الجديد، أنا محتاج أعرف أنوار كل حركة على كل حرف أو تحت كل حرف وكل سكون. ليه؟ عشان دي عدة شغل. دي أسلحة بقى أنا محتاجها أواجه بيها شياطين لأن دلوقتي في تعاون ما بين شياطين الإنس وشياطين شغل تقيل والناس دي رتبت اوراقها ورتبت صفوفها فانا عايز بقى ايه الله سبحانه وتعالى يحميني ويبقى معايا سلاح اقدر ادافع بيه عن نفسي وعن ديني وعن دنياي وهكذا. يبقى انا محتاج بقى حقيقه الاستعاذه والانوار اللي تساعدني الله سبحانه وتعالى يساعدني بيها في الشغل ده وحقيقي وجاهدهم بيه. طيب ايه هنا اللي محتاجه؟ اللي محتاجه هو اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انا عارف فتح الله الفتاح العليم علي لأن أكرمني الاستعاذة وقطع لي السجود. فلما أفهم الشغل ده والأنوار دي وأقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أبقى عارف بقى المفاتيح اللي معايا وكلمة أعوذ بالله. يبقى لما يجي حد بقى يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أقولها صح أبقى عارف إنها فعالة لأن على حسب اعتقادي على حسب ما الله بيتعامل معايا على حسب صبري. فإحنا هنا بنعمل إيه؟ بنرفع مقدار الايمان بالله نجدد الايمان بالله نرفع مقدار حسن الظن بالله نرفع مقدار الانوار فتبقى الاستعاذه فعاله اكتر. يبقى القران فعال مع ما القاء الفاتحه بيقراها ده عمر عليه رضي الله عنه يقراها سيدنا عمر يقراها على المريض بيخف غير سيدنا عمر يقراها المريض بيزداد. طب ما الفاتحه هي الفاتحه لكن ليه فعاله مع سيدنا عمر مش فعال يعني نفس الركعتين ده بيصلي ركعتين ويدعي الله يستجيب ده بيصلي ركعتين الله اعلم بيه. طب ليه الركعتين هنا فعالين؟ ليه سبحان الله اللي يقولها سيدنا النبي مش سبحان الله اللي بيقولها حد تاني؟ ليه سبحان الله اللي يقولها سيدنا علي وسيدنا ابو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان او اللي بيقولها احد الصحابه او الاولياء ليه؟ ليه ما هي سبحان الله ما هي سبحان الله هي سبحان الله دي فعالة. هنا دي فعاله يعني ايه؟ يعني دي في وراها حد بيقولها بيقين حد بيقولها وعارف منسوب الايمان والظن بالله ان الكلمه دي فعلا كده صح زي ما قلنا دلوقتي ده الشغل اللي فيه الله يسمعها ففي حد صدق الكلام ده وابتدى يصلي دلوقتي ويدعي البوش ويدعي ويعمل الشغل اللي عمله سيدنا النبي والله اعز سيدنا النبي خلاص فده حد فعال ابتدى يبدا ايه والله فعال فابتدى الله يستخدمه في حد ده لا ما كانش حد طيب ده حد ماشي غير وهكذا. فكل واحد بقى على حسب اختياراته فاحنا دلوقتي محتاجين الانوار لان ما فيش حد تاني لازم يبقى الله سبحانه وتعالى معايا فلازم يبقى عندي ظن ان عالم الله فانا بقى بنفس انوار الواحد الناهي ان الله سبحانه وتعالى ارحمنا بيه. يبقى انا الله سبحانه وتعالى مش اداني حدوته كده وعرفها على نفسي لا ده انا مامور ان انا حضراتكم انا حضراتكم محتاجينها زي بالظبط عشان تواجهوا بيها الشياطين وتواجهوا بيها انفسكم كده. يبقى فتح الله
على ان احنا لا نستعيذ الا بالله، يا غلام احفظ الله يحفظنا. هو نفس هتلاقي المعاني كلها ايه؟ واحده. هي دي الانوار بتاعت الشغل ده كله بقى. الله سبحانه وتعالى بيعطيك هذا الايه؟ هذا النور، لان الله هو اللي بيفهم. واتقوا الله ويعلمكم الله. واتقوا الله ويعلمكم الايه؟ الله. ده مش علم بقى لازم تكون حد قاله من حد، يقول لك لا، هو العلام نفسه بيعرفك حاجه انت محتاجها والكون كله محتاجها، او علمته احدا من خلقك. شوف سيدنا النبي احدا اي حد. يعني الله يختار يخلق ما يشاء ايه ويختار. فما تستبعدش على اي حد الله سبحانه وتعالى يفتح عليك يوم، ولكن استفيد من ده بدل ما تقعد تشغل بالك ده جاب منين وراح فين. استفيد، لان حضرتك محتاج وانا محتاج للعلم ده. يبقى استقيم على ان انا استعيذ بالله على طول، ما استعيذش بغيره، لان غيره لا يملك اي شيء وغيره كلنا محتاجين. وأمة وعين أعوذ الله سبحانه وتعالى يطلبني بعد من الناس اللي بتستعيذ بيها ببساطة كده. يبقى خلاص بعيد من مين؟ يبقى تعمل لي ألف حساب بقى. ما أنا محطوط في عين مين؟ هي العين. ما أنا أنت على شكل العين، بس دي عين بقى إيه؟ يعني اللغة العربية اللي اختارها وبتاع أنا في عين. اواجه، ما عنديش مشكله بقى. ما انا بقول اعوذ بالله من الشيطان، بس فهم بقى وبيقين وبشوف دي الانوار بقى بتاعت الشغل. ويجي من الدنيا حد يجي من الدنيا المدى. واحد يقول لي المدى يعني ايه؟ يعني خلاص بقى معايا. اي حد يجي كده تلاقي مثلا ايه، مجرد بس حد ينوي لي كده تلاقي ايه الله سبحانه وتعالى ايه بيريح، يعني من باب وتلت كده. دي مدى اللي بقى الله حبيبي. ها؟ ده في المثل يقول لك اذا كان الوكيل خيال ولا طب ان الله هو بقى الحكيم. اللي بقى تبع الله مش تبع حزب الكلام مع احترامي طبعا كل حاجه انا بقى حد يعمل يعني ممكن يكون نشاطات يعني مثلا في الناس طيبه كده، ولكن الاعتماد حتى لو هو في حسابه الناس بقول الله اذا ما لوش حق مع الله. فأعوذ بالله أهو معايا المدد بقى والرعاية والضمة دي وفعلي معايا من رعاية الله سبحانه وتعالى موجود بمادة عطاءات ورحمة الله سبحانه وتعالى. هو ذو الجلال والإكرام يمتد وأنوار الهدام وذو الجلال والإكرام في النطق. هو صاحب الملك والملكوت والتكليف وكل حاجة. هو ده سلسلة الله لما خلص كده يقول الناس اللي مش عارف الترجية عندك الكلمة. لا إله إلا الله. يعني يقول لك يا عم راجع لا اله الا الله، مش هتقول ده دجال جاي ولا فلان جاي. هو سيدنا النبي لما حصل الدجال قال لما تعملوا ايه؟ مش هتقول ده لا اله الا الله كده بس محترم. بس عادي يا عم، اصل مش عارف مين يا عم. لا اله الا الله هي المعادله الكونيه، وقبل ان تكون كونيه هي معادله الهيه ارسلها الله في الكون يرسي بها الكون. إن الله يمسك السماوات والأرض عن إيه؟ أن تزول. من غير لا إله إلا الله ما ينفعش كده سماء ولا أرض. طيب تقول لك في لا إله إلا الله يبقى في سماء. طيب يبقى لو حد يقول لك قول لا إله إلا الله، يا عم يا عم قول لا إله إلا الله، ما تخش كلام الصيغة. لا، بيقول لك لا إله إلا الله لأن هي دي القاعدة فعلا اللي فيها حل كل المسلمات. يعني حتى في لغة الهندسة يقول لك إيه دي النظرية اللي فيها حل كل إيه؟ فهي لا اله الا الله خلاص. طب ما لا اله الا الله انتهى. طب هو لا اله الا الله هو ده اللي بستعيذ بيه، هو ده اللي بيعزني وحافظني. طب خلاص بذاته اعوذ بالله فارغ الكسب. يبقى انا كل مطلوب مني انك عبد للاله ده اهو، اطلب منه واعرف فرصتي بقى. يبقى ده الكنز، يبقى الله هو الكنز. يبقى اسيب الله واروح لمين بقى؟ يعني معرفه الله وعايز حضرتك توديني مش عارف لمين فين نعمل فين راجل. يا طيب لا اله الا الله، لا اله الا الله، خلاص عرفت الكنز اللي لو طلبت منه وعايز اي حاجه ونفسي في اي حاجه هو ده اللي معاه كل حاجه مش حد تاني. طب وفلان الملياردير والمالتي ملياردير ده شحات بيشحت من الله. ما واحد كده كان وقابل فقال له انت نفسك في حاجه؟ قال له نفسي اذا سالت
الزيادة كلها عنده والخير كله عنده. يبقى لما تيجي تدور فوق، تدور في الخزائن اللي عنده فوق، خزائن العلم والكرم والسلطان والعزة والعطاءات كلها، كل حاجة عنده، ما مش عند أي مخلوق. هو بقى ينزل بقدر ما يشاء وعلى حسب، بينزل بقى لحد يختبره، بينزل لحد يكرمه، لكن الحاجة كلها مكانها عنده في الخزائن عند الله فقط. وفي السماء رزقكم ولا توعدون، الموعودات كمان عند الله. يبقى خليك مع الله، يبقى خلينا مع الله، يبقى هو ده، يبقى بالله مش بحاجة تانية. يبقى كسرة بيه اللي هي في كلمة بالله، يبقى بتقول لي كده بالله تتحرك، بالله يتحرك المتحرك، بالله يسكن الساكن. فعلى كل متحرك وساكن أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى، وينكسر بكسرة باقي كلمة بالله انكسارا حقيقيا وعبودية حقيقية، عبادا لنا. يا سلام، شوف التشريف، عبادا لنا. وتكلمنا عن الله، ويتغير التصريف بألف لام كلمة بالله، فيكون فيه أنوار إلهية بلام كلمة بالله الساكنة، ويفتح عليه بلام كلمة بالله الأخرى المفتوحة بفتحات النور، فيكون بنور الله يسير ويتحرك. ثم خلاص، بالله فيكون نهاية الله سبحانه وتعالى في الله.